الصورة الثانية وهي الصورة الغالبة في بعض البلاد الأخرى وليست الإمارات، وهو أن يتم هذا الزواج بين رجل وامرأة ويكتب ورقة بينهما فقط، والقصد من ذلك لا ينصرف إلى دوام عشرة ومودة بل من أجل المتعة الجسدية، والزواج بهذا الشكل لا يعد شرعيا، بالإضافة إلى أن هذه الورقة لا تجدي عندما تحدث أي مشكلة، لأنها لا تحفظ أي حقوق من حقوق الطرفين، بالإضافة إلى ضياع مستقبل الأطفال من هذا الزواج. وإذا كان لي من رأي في نهاية الرد على السؤال، فهو أن أؤكد على أن من يرغب في دوام العشرة والاستقرار الأسري لا يقبل هذا النوع من الزواج. أعزائي المشاهدين، تقرير سريع وسنعود، فابقوا معنا. يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، رواه الترمذي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض نسائه سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: ما رؤي يوما عبوسا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدره العالي كان يلاطف نساءه ويعاشرهن بالمعروف. وأما حقوق الزوج على زوجته فله عليها أن تطيعه فيما أمر الله، ولا سيما فيما يتعلق بها من الاستمتاع، فليس لها أن تمنعه نفسها بغير عذر شرعي، بل عليها معصية كبيرة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، رواه البخاري والنسائي. ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا ونفلا إلا بإذنه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه البخاري ومسلم. ومن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا لضرورة تبيح لها الخروج دون إذنه. ومن حقه عليها أن تتزين له وتتجمل له بالثياب إذا طلب منها، وعليها أن تمتنع عن كل شيء يعكر عليه الاستمتاع كالروائح الكريهة. ففي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها بما يكره. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه، رواه الحاكم. وكذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تكفر العشير، أي تنكر فضل الزوج عليها. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فيقول لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وورد في حث المرأة على طاعة زوجها وإرضائه فيما لا معصية فيه: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وورد أيضا في التخويف من أن تسخطه بلا حق أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه،
قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وقد قال أحد العلماء ناصحا تلميذاته اللواتي يتعلمن عنده: كوني لينة بيد زوجك، أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك. حق الزوج عند الله عظيم، خالفي نفسك بالتواضع معه. الله. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. إذا كان المشرع قد حدد حالات وجوب المهر فقد أعطى للزوجة حق الامتناع عن الدخول في طاعة زوجها وقوامته. إذا امتنع الزوج عن سداد مهرها، أما إذا رضيت الزوجة بالدخول وهي لم تتسلم مهرها، فيعد ذلك المهر دين خالص في ذمة الزوج. ولقد أوردت المادة 53 من القانون حين نصت أنه يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته، وتأسيسا على ذلك فإن المهر حق خالص للزوجة وموجب العقد الصحيح، سواء كان مسمى أو مهر المثل، غير أن وجوده غير مستقر فيحتمل التنصيف أي نصف المهر، وذلك إذا حدث طلاق قبل الدخول، ويحتمل السقوط بالفرقة بغير طلاق قبل الدخول. لهذا فإذا وجد الصداق أو المهر محتاجا إلى ما يؤكده ويدعمه استقراره، وهذه المؤكدات هي الدخول الحقيقي بالمرأة، فإن سمى لها مهرا فلها جميع ما سمى، لا يسقط منه شيئا إلا بإبراء الزوجة، لأنه بالدخول استوفى الرجل كامل حقه من الزوجة، الأمر الذي يستقر معه حقها في المهر. الموت ولا قدر الله، فإن مات الزوج ولو قبل الدخول أو ماتت الزوجة قبله أيضا فلها مهرها كاملا، ذلك لأن المهر ثابت إلى أن يوجد ما يسقط بعضه أو كله، وهو الفرقة قبل الدخول، وبالموت استحال وجود ذلك المسقط، لهذا تأكد المهر. ثالث شيء الخلوة الصحيحة، وتعني الخلوة الصحيحة الحالة التي يمكن للزوج أن يستمتع فيها بزوجته آمنا دون مانع يمنع من الدخول الحقيقي. والموانع التي تمنع من الدخول هي مانع حقيقي كسور السن أو المرض المانع من الاتصال والمعاشرة، مانع طبيعي أي وجود شخص ثالث في وجود الزوجين يمتنع الحياة من الاتصال بها أمامه، مانع شرعي مثل صيام أحد الزوجين أو وجود المرأة في فترة الحيض. إلا أننا يجب أن نؤكد على شيء مهم، وهو أن الخلوة تختلف عن الدخول الحقيقي على النحو التالي، اللي هي الإحصان. لا يتم الإحصان إلا بالزواج الحقيقي، والخلوة لا تقوم مقام الدخول الحقيقي. حرمة البنات فهي مشروطة بالدخول بالأمهات وليست مشروطة بالخلوة. حل المطلقة ثلاث طلقات، يتم بالدخول الحقيقي ثم يطلقها وتنتهي عدتها ولا تقوم الخلوة مقام الدخول الحقيقي في ذلك الطلاق، بعد الخلوة يقع طلاقا بائنا، أما بعد الدخول فيقع رجعيا ما لم يكن مكملا لثلاث. المعتدة من طلاق بعد الخلوة لا ترث ولا يورث منها شيئا، وإن ماتت في عدتها. أما المعتدة في تليفون معنا الهواء، بس نرجع نكمل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك دكتور؟ الله يسلم عمرك، تفضلي. اولا انا حابه احييك على البرنامج الجميل ده. الله يسلمك، وانه فعلا برنامج مفيد لينا كلنا. الله يسلم.